هل تعتبر الجبهة العراقية من الجبهات المؤثرة والتي تغير المعادلة في محور المقاومة؟ احنا قلب المعادلة، فبالتالي لا شك اننا نقطة الوصل الكبرى في هذه المعادلة. مسيرات الشجعان في المقاومة العراقية وصلت الى تل أبيب، وصواريخهم وصلت الى القواعد الأمريكية، وعملية الاستهداف نوعية، والضربات أكثر من 180 عملية لحد الآن منذ الإعلان على غيرها. لكن عملية التنسيق الجهود في أن لا تكون هنالك حالة من الإرباك السياسي والاجتماعي التي تسعى لها الولايات المتحدة الأمريكية في كل عمليات قتل، هي أصلا تذهب إلى عمليات تشنج. يعني في حينما تتحدث الحكومة العراقية عن يعني عمليات تنظيم للانسحاب، هي تقتل المواطنين. قتلت مواطنة من خلال رصاصة قناص من السفارة الأمريكية، مواطنة أثناء صلاة المغرب. تقتل مجاهدين يعملوا على تقويض الإرهاب ونشر الأمن، تقتل بالحشد الشعبي، تقتل المواطنين، يعني بغض النظر عن تسميتها لهؤلاء.